السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا على قناتكم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم في من كل الدروس التي قمت بشرحها من قبل، وأتمنى أن يكون هذا الدرس المميز والذي يحتاجه كل صانعي المحتوى الذين يريدون أن يقوموا بالتعديل على الفيديوهات وإنشاء فيديوهات. فهذا البرنامج الذي هو كامتازيا سوف يساعدك في كل هذا. إذا أولا سوف نقوم ب قمت أولا بشرح الفيديو من قبل. سوف أقوم باستعمال أحد الفيديوهات هنا، ثم سوف أقوم بالعمل عليه. أنا لا أحتاج هذا الفيديو كاملا. إذا هنا كما تلاحظون فهو يجعل هذا الخط الزمني أكبر وأصغر، يعني يضغط الفيديو أو يقوم بتكبيره حتى يظهر عندي كل الفيديو. إذا أنا سوف أحتاج من هنا مثلا، سوف أقوم بسحب كل هذا وأعيده إلى هنا. إذا هذا هو الذي سوف أحتاجه فقط. سوف أقوم بالتعديل على هذا المكان. إذا كما تلاحظون هنا عندي صوت وصورة، وأنا أريد أن أقوم ب الاستعمال الصوت فقط ولا أريد الصورة. إذا أذهب إلى هنا، أضغط بالفأرة على اليمين، ثم أذهب إلى سيباري الأوديو إلى فيديو. إذا أقوم بالضغط على ذلك سوف أحصل على الصوت لوحده وعلى الصورة لوحده. أقوم بالتخلص من الصوت بالضغط على سوبريمي وأحصل فقط على الصورة. كما تلاحظون هنا عندي الصورة عبارة عن فيديو، وسوف أقوم بالاشتغال عليه. إذا هنا إذا ضغطت كما تلاحظون يصبح الفيديو أكبر، يعني ليس حجمه ولكن المكان المخصص للعمل عليه. إذا كما تلاحظون هناك طبقات بيست 1 2 3 4. إذا إن قمت بإضافة أي شيء فوق البيست 2 سوف تحجب عني البيست 1 ولن أشاهد البيست الثاني، خصوصا إن كان صورة أو كان فيديو ثاني. إذا هنا يظهر عندي أول آخر شيء، والذي يليه هو الذي يظهر ثم الذي يليه. سوف أقوم بالشرح حتى تفهم. إذا أذهب إلى بيبليوتك، سوف أقوم بسحب مثلا هنا خلفية وأقوم بوضعها. إذا كما تلاحظون الفيديو يأتي حتى هذا المكان ولن يظهر بقية الفيديو. سوف تظهر عندي الخلفية ثم يعود الفيديو ليظهر مرة جديدة. إذا كما تلاحظون لا يظهر الفيديو الذي هو في الأسفل، ولكن تظهر عندي الخلفية. أما إن قمت بالعكس فلن تظهر أبدا الخلفية. إذا أنا أريد أن أقوم بإدخال هذه الخلفية وسط الفيديو. إذا ما الذي سوف أقوم به؟ سوف أضغط على هذه العلامة فيصبح عندي جزئين. إذا أقوم بسحب الجزء وأضغط وأعيد الخلفية هنا، ثم أقوم بوضع الجزء هنا. إذا كما تلاحظون هنا تختفي وأكمل من مكان الفيديو. إذا أنا بالنسبة إلي هذه خلفية كبيرة جدا وأريد أن أقوم باختصارها، فقط سوف أسحب هذا خيار أول، ثم سوف تظهر بهذا الشكل بسرعة، أو أقوم بالضغط هنا وأقوم بإزالة جزء. إذا هنا بالنسبة لهذا الفيديو، هذا الجزء الأولي فهو لم يزل، يعني لا يزال موجود. وإن قمت بالسحب فسوف أعود إلى أول الفيديو المكان الذي أزلته، يعني هذا المكان هنا. يعني ليس بالضرورة سوف أقوم بالعودة إلى ما قبل الفيديو، يعني ما قبل الأشياء التي قمت بإزالتها. إذا للعودة أضغط على هذا السهم وأعود إلى المكان، يعني أقوم بالعودة إلى قبل التعديل. Ctrl Z، هذا هو Ctrl Z، يعني أعود قبل
الشيء الذي قمت بتعديله. إذن هنا كما تلاحظون أريد مثلا أن أقوم بالدمج بين هذين المكانين. إذن بطريقة سهلة أختار في فيزيوال أو أختار ترانزاكسيون، يعني هنا كيف سوف أقوم بالانتقال بين المكان الأول والثاني. إذا مثلا أختار هذا وأضعه هنا، عندما أضغط أتمنى أن تكون قد لاحظت أن هناك الخطوط قد ظهرت. إذا أقوم بالعودة إلى قبل اختياري، وسوف أختار مثلا هذا أضعه هنا كما تلاحظون. إذن هذه أنواع من أنواع الترانزاكشن التي يمكن أن تقوم باستعمالها، مثلا هذا أيضا كما تلاحظون عندما أسحبه فهو فقط يذهب إلى أول الفيديو، نهاية الفيديو، أو بين المكانين، يعني الأماكن المسموحة في الوضع. لن أستطيع وضعه هنا، إذا أضعه في هذا المكان، أقوم بالتشغيل، وكما تلاحظون يظهر الإيفكت أو التأثير، يظهر التأثير الخاص بهذا التحول. إذن آخر شيء سوف أقوم بشرحه بالنسبة لهذا الفيديو حتى لا يكون الفيديو طويل جدا. إذن في بعض الأحيان تحتاج أن تظهر عندك كتابة هنا وتدعوك إلى الاشتراك أو إلى تفعيل زر الجرس أو أشياء مثل هذه. إذن سوف أذهب إلى هذا المكان، أقوم باختيار أحد هذه البندو التي تظهر مثلا هذا، قم بوضعه كما قلنا في الأعلى. إن وضعته أسفل الفيديو فهو لن يظهر، ولكن أضعه إلى الأعلى وهو مصمم أيضا ليظهر بطريقة لا تحجب الفيديو. إذن هنا كما تشاهدون يظهر هذا الخيار أمامنا. إذن أنا أريد أن أغير، لا أريد أن يظهر your name أو your position، أريد أن يظهر اسم القناة، ثم أن يظهر في الأسفل مثلا سبسكرايب. إذن سوف أذهب هنا على اليمين، أقوم باختيار your name، يعني هنا يمكنني أن أغير your name. إذن سوف أقوم بكتابة اسم القناة أش، نحتاج، ثم أقوم بالضغط هنا your position، فسوف أقوم بكتابة subscribe for more مثلا. هنا يظهر عندك التصحيح، هو بالفرنسية، إذا سوف يكون تظهر بالنسبة لي هذه الأشياء خاطئة. إذا هنا كما تلاحظون عندما أقوم بالضغط على الفيديو سوف يظهر أش محتاج سبسكرايب فور مور، ثم بعد ذلك سوف تختفي. إذن هذا نوع من، هذا واحد من هذه اللافتات التي يمكن أن تظهر في أسفل الفيديو. يمكنك أن تختار أي واحدة وتقوم بإضافتها كما تلاحظ، وتغير هنا، تغير الألوان، يعني كل لون يمكنك أن تغيره، تغير الكتابات. وبالنسبة للحروف، هذا حرف أ فهو خاص بالفونت التي سوف تستعمله. الفونت يعني هو الكتابة، نوع الكتابة، حجمها، هل مسطر عليها من الأسفل أم مشطوب عليها، هل تريدها أكبر حجما أو أقل حجما. إذن هذه أشياء سوف يمكنك أن تقوم بتغييرها هنا بكل بساطة، وبرنامج سهل جدا بالمقارنة مع مجموعة من البرامج الأخرى، وسوف يساعد كل يوتيوبرز أو الذين يقومون بصناعة المحتوى ويجدون صعوبة كبيرة في الإنتاج. فهو برنامج سهل للمونتاج ويمكنك أن تستعمله بكل سهولة. إذن بالنسبة للفيديو اليوم
سوف أتوقف عند هذا الحد. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بمشاهدة الفيديو، وأتمنى أن تكونوا قد تعلمتم مجموعة من الأشياء الجديدة. إن كنتم تريدون استفسار أو سؤال عن أي شيء، يمكنكم فعل ذلك في التعليق. شكرا لكم على دعمكم، وأتمنى مسيرة موفقة للجميع. شكرا لكم جميعا.